اوريدي اشتغلنا. لكن ابتدينا ننزل سنه شويه كمان ان احنا هم عايزين هما بيدرسوا كمان طبعا لان انا عايزه اخده من البدايه ان انا ادي له البيزكس بتاعته. يعني لما يجي يشتغل بيفاجئ ان في فجوه ما بين اللي بيدرسه في المدرسه واللي في الـ في الـ في الـ في الجزء العملي اللي بيبقى في الاوبريشن في الكيتشن. احنا بناخدهم من الحته دي. عشان كده احنا كان عندنا منتخب للشيفات الشباب وهو سنهم ما زدش عن 24 سنه. فبالتالي انت بتاخديه من البدايه بيطلع يشوف حاجه بره، بيشوف مدارس مختلفه، يشوف ولاد اصلا دارسين، يشوف ولاد بيشتغلوا. يعني احنا كنا في بطوله افريقيا كان عندنا الدول اللي بنسابقها كانت الامارات، قطر، جنوب افريقيا، وكانت معانا كمان موريشيوس، وكانت معانا ناميبيا. الدول دي انا هكلم على الامارات وقطر، ما عندهمش من اهالي البلد شيفس. فكلهم محترفين اجانب. فانت تخيل المنتخبات بتاعتهم كمان هي كمان محترفه، فانت بتسابق مدارس مختلفه من اسيا كبيرة. ومن اوروبا ومن الولايات المتحده الامريكيه. دي اللي بنقول عليها بقى ان فكره ان الولاد ياخدوا خبرات مختلفه. مع الكورسز والتريننج اللي بياخدوه هنا، مع طبعا مع المطاعم بتاعتهم، لان هي دفعه مهمه جدا، المطاعم ابتدت تتطور من نفسها، فبالتالي بقى عندنا جيل نقدر ناخده للمستوى اللي بعد كده. طيب انا بس عايزه اسال حضرتك سؤال تحديدا في النقطه دي، هل لازم يكون بيدرس ولا ممكن يكون تالنتد وعنده موهبه بس ممكن يلتحق بالجمعيه وانتوا تساعدوه ان هو يبقى مستعد ان هو يبقى شاف؟ احنا عندنا نوعين من العضويه. عضويه عامله ان هو شيفس او طلبه في مدارس فندقيه، وعندنا جزء تاني اللي هو المساهم اللي هو بيحب الكوكينج بس ما هوش محترف. لان عندنا كمان سيدات، لان عندنا نادي لهواة الطبخ بيحضروا كورسز وبيحضروا حلقات نقاشيه يعني، وموجودين بنعمل لهم كمان احيانا مسابقات بيخشوا فيها، فبالتالي ان احنا بنحاول ان احنا نربطهم كمان بالقصه دي. لكن لا، مش مهم ان هو يكون بالظبط. في ناس كتير حولت زي ما قلت لحضرتك، ناس كتير حولت الكارير بتاعهم، ما كانوش شيفس ودلوقتي ما شاء الله عليهم. حلو قوي. طيب استاذ اشرف، يمكن احنا لسه في بعض الناس عندها الصوره النمطيه عن الشيف انه شايف انه دي مثلا ممكن تبقى وظيفه سيدات اكتر، او انه موضوع الطبخ ده سيدات اكتر، رغم انه اشهر الشيفات واشطرهم هم رجاله يعني. فهل الصوره دي من خلال احتكاككم طبعا بمجال العمل، هل الصوره دي ما زالت لسه موجوده؟ ولو في مثلا سيدة عندها ابن وشايفة ان هو موهوب او حابب فكرة الطبخ، ايه اللي المفروض تعمله؟ هناخدها من بداية السؤال. هو ليه الرجال اشطر في الحتة دي؟ لا، هي مش عشان هم اشطر وهم احسن. مهنة الشيفس بيشتغلوا تحت